حبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نقدم لكم ورود بالخيط تاع الصوف. هذا خيط الصوف، هذا من نوع الخشين، والألوان اللي عندك اللي تحبي تستعمليهم استعمليهم. وعندنا شريط لاصق هذا، وعندنا طرف تاعك من الكرتون، هذا الكرتون 2 سنتيمتر العرض تاعو، وهذا 3 سنتيمتر. هذا نديرو به الوردة الكبيرة، وهذا نديرو به الوردة الصغيرة. نجيبو الخيط، نحكمو الخيط هذا، نديرو نثنو هذا على 2 هك قدر الشبر، نثنو على 2 نحطوه كيما هك، نديرو كيما هك هك، شدوه برك من هنا باش مي يهرب الناش الخيط. نزيدو نجيبو هذا الوردة باش نديرو واحدة كبيرة، نثنو هذا على 2 هك، هذا على 2 هك، هذا نقصوه ونشدو هذا هك كرتونة، ها كرتونة، نشدوها نشدو الخيط برك هكذا باش شدوه برك باش ما يهربش. دوكا تفهموا علاش درتو كيما هك. نجيبو هذا الخيط، هذا نجيبو هذه ندورو عليه هكذا ندورو ندورو مليح هكذا. ودوكا نفتحوها هكذا، ودوكا نعقدوها هكذا، نعقدوها مليح هكذا. ها نعقدناها هكذا. دركا نح الكرتونة، نح هذا الطرف تاع الكرتونة كرتون، ودركا نقص دركا هذا باش تولي زهرة. كي نقصها، هاني قصيتها، دركا نسقمها، دركا ندير لها هكا باش نسقمها. نعدل النح الزوايد هاني، نحت الزوايد هكا هاوصلك هذا. قصيناها على المستوى اللي تحبي. وعدنا هذا طرف تاع طرف من القطيفة هذه تاع الفودة، نضعه هنا، نضع
هذه الوردة هك لهنا، نقص نقص هذيك الزوايد ونحط الغيرة هنا، هاو سخون، نحطه هنا، نحطه في الوسط ونضغط على هذا القماش تاع القطيفة، هذا فودا، نحطه في الوسط ونضغط عليه، نضغط عليه مليح باش تلصق، وإذا ما لصقتش مليح لصقها، لصقها بالبيستولي هكذا. دوكا تلصق، دوكا تلصق، دوكا ندير لها هذا الشريط اللاصق. نحطو لهنا باش يلصق وندور، ندور عليه، ندور 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 باش ندير الغصن، باش ندير الغصن بالأخضر، بالشريط اللاصق الأخضر. هكذا كمل الغصن كامل، كمل الغصن كامل هكذا. نقص هاو الغصن، دوكا الوردة ندير لها هك تعدل، لما ندير لها هك ندورها تتعدل. هاني اللي خدمتهم كملتهم، هذه وردة صغيرة، وهذه درتها على شكل ورد أخضر، مازال ما فتحش، مازال ما تفتحش. وهذه ثاني، هذم ثانية ورود صغار، مازالوا ما خرجوش الألوان. وعدنا هذه كديري لهم هكا يتعدلوا، دوريهم هكا. بسم الله، ان شاء الله تعود عجبتكم هذه الفازة. انا حطينا الورد خدمنا كملناهم وحطيناهم في الفاز، وان شاء الله الباقه هذه تاع الزهور تاع الصوف ان شاء الله تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.